زي الصورة كده. زي الصورة. مين بقى صفقة الموسم؟ والله يا استاذ محمد انا اتكلمت معاك على صفقة الموسم الرضا بتاعك، لانه السنة دي هو الافقر في الصفقات، يعني ما فيش، هو صراع السنة دي ما فيش الصفقة السوبر اللي الناس مستنيها. بس ايوه انا مين صفقة بس الموسم؟ انا ما انا بقول لحضرتك اهو، انا بيسترعاني مثلا اقول لك ايه، صفقة الموسم ان ما فيش صفقة موسم؟ ثمان صفقات في الزمالك، مش عارف الاهلي هيستدعي صفقات زي كده، لكن للاسف السنة دي هو الافقر فنيا. انت قصدك ما فيش صفقات، لعيب مفيش لعيب، مفيش السنه اسم دي، ضخم مفيش. يعني هو بقى مصطلحات يشد الناس بدات تتكلم عن صفقه اوكي. السوبر. السنه دي مفيش اي صفقه سوبر هتجي، لان كل اللعيبه اللي حاليا هو لعيبه متوسطه. يعني حضرتك انت كنت بتتكلم على الزمالك بتفاوض مع دونجا فيل زي كده، لكن هو حاليا دلوقتي الاقرب للزمالك في اللي هو يحيى جبران، هو اللي هو بيلعب في المغرب، هو الاقرب ده بيتقال ان بيراميدز كان بيتكلم معاه. نعم بيتقال ان بيراميدز الاهلي، بيتكلم هو معاه، كان الاهلي بيتقال ان الاهلي بيتكلم معاه. الاهلي بتفاوض معاه. فهو مصاب اكثر، صغير ده 31 سنه. بقول لك 31 سنه، هو ميزته بس انه لاعب حر. حتى الفريق المغربي اللي قال لك لا انا بتفاوض معاه كمان للتجديد، يعني مش هو شبه حاجه شبه فرجاني كده. هو لاعب مميز ولاعب يعني كان يعني لعب في اكثر من دوري، فهو لاعب مميز. حاليا بالفعل الزمالك تواصل معاه بقوه والنادي الاهلي تواصل بقوه، بس ده برضو ما يعتبرش يا استاذ محمد صفقه سوبر. فكره الصراع حتى الان اللي دخل فيه دلوقتي الزمالك بقى فيوتشر، يعني عمر كمال ومهند اكتر لاشين. كمال، اكتر صفقه الناس دلوقتي بتتكلم عنهم اكتر من الزمالك، اللي هو صراع الطرف الثالث اللي دخل دلوقتي فيوتشر على عمر كمال ومهند لاشين. رغم ان الزمالك يعني كان مهند لاشين انتقل رسمي من الجيش لفيوتشر خلال الموسم الحالي. طب انت بتتكلم عارف في ايه فكره حاليا برضو الزمالك لما بتكلم النهارده في تصريحات للمسؤولين في الزمالك يقول لك احنا هنرفض الصفقات التبادليه. بيراميدز بيقول لك لعبت مش للبيع. فالسنه دي الموسم انا شايفه ان هو سيكون الافقر فنيا، رغم انه السنه دي احنا كل الفرق بما فيها الاهلي والزمالك هي فعلا بحاجه الى صفقات سوبر لملء فراغها في العدد، لكن فين اللعيبه السوبر اللي موجوده ما انت دلوقتي برضه ما تيجي على تشوف على الساحه؟ المستوى المحلي هتمشي اللعيب، هتجيب واحد شبهه. ما فيش. ما انا بقول لك السنه دي فكره بقى الصفقه السوبر وصفقه القرن هي مش موجوده السنه دي في بس موسم هو الانتقالات. الطموح انك تجيب لعيبه افارقه بقى على مستوى عالي، خلي بال حضرتك ده برضه الله اعلم حظوظ بقى. الاهلي والزمالك في السنوات الاخيره مع الافارقه بيظهر لعيب من غير خمسه. غير غير جيد، وده دليل يخليك انت فكره الخمسه الافارقه ليه؟ يعني انت ليه بتجيب خمس افارقه عشان في الاخر يظهر واحد ما دي والاربعه نقطه برضو، بيبقوا عبء على خد الانديه بالك النقطه ومستواهم اسمها عادي ايه، خالص. ان هي اسمها بحد اقصى خمسه، لكن مش لازم تجيب خمسه. ما هو ملتزم، ما هو في كل واحد بيقول لك خلاص يعني انا بحد اقصى، ما انت افضل لازم يعني افرض انا مثلا مش لاقي خمسه سوبر ينفعوني، فثلاثه اثنين واحد اربعه. يعني الاهلي عنده لعيبه، يعني عاوز ميكيسوني بيرسي تاو عليه علامات استفهام دلوقتي، بدر بانون قول له ظروفه، يعني ما فيش غير اليو ديانج وعلي معلول. الزمالك مفيش غير بن شرقي الايجابي المفيد. لو لعيبه بتيجي تقعد على الدكه يعني حتى ما وفلوس بتكونش يعني طبعا، ما بتكونش مثلا لأن مش ما بتصنعش الفرق، لا ده ما بتلعبش اساسي، فده امر مرفوض تماما. انت فكره اللي هو مثلا النهارده يعني حسين الشحات انت كان اللي خلاك اغلى تقول صفقه. اتفضل. ان حسين الشحات اول ضحايا هو ولحق. هو حسين الشحات للاسف الشديد هو المدرب اللياقه بيقول ان هو لا يصلح للعب في النادي الاهلي. هو مش المدرب كمان، يعني هو لياقته البدنيه وتجهيزه بيقول لك ان هو ده لا يصلح. فحسين الشحات الاقرب لرحيله من النادي الاهلي خلاص السنه دي، لانه كان هو يعني المستوى في البدني غير لائق تماما، وليس الاستبعاد لسبب الاصابه في الركبه كما تردد، لكن هو الناس شايفاه مش جاهز بدنيا. لو احنا رجعنا بالذاكره شويه يا استاذ محمد كان حسين الشحات ده انت عارف اقل لعيب في القياسات بتاعت الماتش اللي فات؟ ما هو خلوك الاسباب البدنيه بقول لك أربعة الراجل من عشرة، مش مقتنع بيه تماما، يعني لمدرب مع انه هو الاحمال. بادئ الماتش ما انا بقول يعني لك لا مديله الثقة من اول لا ثانية. مقتنع بيه مدرب الاحمال ولا المدير الفني الجديد مقتنع ان هو اللاعب ده اللي يشيله. خلي بالك اصل حسين الشحات ده يعني داخل الملعب مركزه هو صانع الالعاب، يعني هو اللي هو بيصنع الفارق بيحرك اللعيبه لا لعيب جناح كمان النهارده، يعني بقول لك يعني من الجناح هو اللعيبه اللي الهداف، بتصنع، من اللعيبه اللي هو هداف بتصنع ليفربول. الفارق. مين؟ اما هم اللي بيجوا من صلاح. طبعا وصلاح بيلعب ايه؟ جناح مكان حسين الشحات. يعني صلاح بيلعب اليمين طبعا مكان حسين لو الشحات تحركاته ان انت يعني انت طبعا. بتبقى فانت يعني لا هداف وصانع لعب واسست كل حاجه، فهو حسين الشحات برضو يعني اعتقد ان هو خلاص انتهت ماشي علاقته هو بقاله بالنادي سنه الاهلي. خد بالك على لا عقده. بس مش هيكمل في النادي الاهلي، النادي الاهلي هيعرض حسين الشحات للبيع الموسم ده.
واعتقد الموسم ده ما فيهوش هزار في الاهلي. لا لا لا، في الاهلي، الاهلي محتاج لعيبه، ونادي الاهلي جاب تجربه جديده، مدرب لسه فيه كلام، فنادي الاهلي مش حمل يستحمل لعيبه دلوقتي اللي زي يعني الكلام المدرب خلاص. المدرب حسين الشحات اصبح حتى صفقه جماهيريه خد الضجه اللي هي كانت غير مسبوقه، اعتقد انه اصبح مطلب جماهيري رحيله من الاهلي. انت لك انطباع على المشكله بتاعت عبد الله السعيد مع الاهلي؟ طبعا عبد الله السعيد كلنا كنا عارفين ان هو راح، يعني ان انا بقول لك ان هو عبد الله السعيد الان في قبضه الاهلي،